فقال فرعون يا صلبان روح الديمقراطية زاروني أقتل موسى وليدعو ربه. هنا في إشكال بيعملوا دايما أهل الباطل، اتكلمنا عنه مش فاكر في درس قريب، ظن مفاهيم قرآنية، مسألة إن إيه؟ إن هو عايز يقول لك لو في إله يبقى أنت لازم ما تتأذاش. هو عايز يحط لك القاعدة دي، يقول لك بما أن أنت مؤمن بالإله وبما أن كل دي مقدمات هذا الإله قوي قدير مقتدر، إذا النتيجة أنت لا تؤذى، فبما أنت تؤذى يبقى مفيش إله. لا، أنا رافض هذه المقدمة أصلا. لأن مش لازم معنى إن في إله إن أنا لا أؤذى. وربنا قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ون، ربنا قال إن في ناس هتقتل، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف. وفي من الأنبياء من قتلوا، يقتلون النبيين بغير حق، يقتلون الأنبياء بغير حق، الأنبياء وقتلوا، ربنا قال كده في القرآن، والقرآن يفسر بعضه بعضا مفيش فيه تناقض. ففرعون بيقول لي إيه؟ أنا هقتله أو سيبوني أقتله، يقتلوا ادوني بس أمر إن أنا أقتله وخليه يدعو ربه. وانا عملت كده، انا بعمل كده. هو هنا فرعون عايز يكسب الراي الشعبي معاه، عايز ياخد راي الشعب معاه. لذلك مهم زي ما نقابل ان في الدعوه ما ينفعش الدعوه تكون لطائفه معينه، الناس لازم الدعوه تكون دعوه عالميه، لازم الدعوه توصل لكل الناس، لازم كل واحد في مكانه يتكلم عن ربنا ويخلي الناس هي اللي تحمل هم الدين. يعني مش معقول الداعيه هيروح لده المصنع ولده في المستشفى ولده المكان ده دورك انت، ودورك تفهم الناس ان الدين مسؤوليتهم، مش ان هو يصلي ويصوم بس، انه ماذا فعلت لهذا الدين. انت كل شخص يسأل، هيسأل في قبره ما دينك، ان قضية الدين قضية عامة مش قضية خاصة. ذلك كان من الكتاب اللي حاولوا يجمعوا كان دكتور سامي عامل، جمع مصطلح اسلامي اول ما ظهر فين ومين اللي استعمله، لانه الغرب في تعريفات الغرب التقارير اللي طالعه من المؤسسات اللي بتدرس المسلمين انا حاول يفرقوا بين كلمه مسلم واسلامي عندهم. لكن المسلم هو الذي يقيم الشعائر، الاسلامي هو الذي يطالب بتطبيق الشريعه. هم مفرقين كده. احنا خدنا التقسيمه دي عندنا، المفروض ان كل مسلم يطالب بتطبيق الشريعه. هو الاول حصرك خلى في جزئيه صغيره اسمهم الاسلاميين هم اللي عايزين الشريعه، وان دول قله مندسه وسط المسلمين. واتعملت بيانات كان اسمها مش فاكر حاجه مجاهد كده مستشاره اوباما داليا مجاهد، لما عملت دراسه وحاولت في العالم الاسلامي مين في العالم الاسلامي فاهم ان الاسلام هو تطبيق الشريعه ومين فاهم ان هو تطبيق الشعائر. الاغلبيه قالت ان هو شعائر مش شريعه، مش تطبيق شريعه. فاصبح ان الاسلام دول القله من الناس، يقول لك الاسلاميين ايوه اللي هم مين يعني الاسلاميين الذين يطالبون بتطبيق الشريعه. المفروض ده المسلمين، ده كلام ربنا، ده لا كلام جماعة ولا طائفة ولا داعية ولا مذهب، ده الإسلام، ده القرآن، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فهو بيختزلك، لا، المفروض الدعوة تكون دعوة عالمية، يطرح عليهم الإسلام كاملا. فعايز تحمل الإسلام زي لما كان يجي للنبي صلى الله عليه وسلم ناس قبل الهجرة ويعرض عليهم الإسلام، كانوا يطلبوا إسلام مبتذل، يقولوا بص إحنا ننصرك بس لنا الأمر من بعد، أو ننصرك بس مش، أو يعني نؤمن بس مش هنجاهد ونحمل تبعاتها دي، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفض. لغاية لما جم الأنصار قالوا فما لنا؟ قال الجنة. شيل تبعات هذا الدين وليك الجنة، فوافقوا فذهب النبي صلى الله عليه وسلم.